النظم اسكر الثدر بيضاء بارك الله تعالى باش تسلس انت عباد أدور جتا أولا نسا أولا نتمقيتي مغاريون الجماع من كي غدي غولي الفجر عال كي غدي روح تفكت وكان كي قد مسلم هان يفرد في اللاس أي حفظ أظوم النس على المبطلات إذا ما يقال المبطلات نظوم مبطلات النظوم يقال تنتختي صديست خليك سنتي زوار أدور تشت ولا تسود ولا ما يقال المعنى نسن ولا كل ما كان الماكلة إدات زند وليد قانتي السكنيت يطلع الماكلة أن ترتد وتجوز حق الدم ونقله يعني بنادم لا دور يكسي أو يكسي دم ولا يكفي تكراني يضني الجماع هذول اسم قر ورقاز تمارتنس ولا تجيز فوق الماني سواء إيه بشر تمارتنس ولا يسكر العادة السرية ولا متير واسن أما بنادم اللي تورقان يفوق تجيز الماني هن الفلس اللي يفضر وفلس اللي يت بالإجماع حتى المادي تنتن الراجحة العلماء هنو في الاسليات مبطلة يضنين تقيو ونا دي التران عمدان ونا التران عمدان هان الصيامنس يبطل أما ونا يغلب ونا يغلب من إيراران يرو يسورتنيد هنو في الاسليات الصيامنس يصحى أشكو النبي صلى الله عليه وسلم إن من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي المبطل لكران يقتل الحجامة هان البنات هادو ريسك الحجامة ولا يتبرع سيدا من أما من يحتاج أن يتبرع سيدا من وص غصان يسقط يفضر يفضر غصان يسوري ديا وص غالبلاسنس هان الحيض بالنفاس انت مغارت انتي قويت انتني ارتبطان الصيام بالإجماع عند مغارت قلت للعادة يعني الشهريا ولا تلاقي تورو هان ورتزون وليس خال الإسلام التزم وخا دي جزن إدم وخار يتبقي قور ذلك من المغرب إذن هنو الناس كنكرا المفترات وإتو وليس الحكم هن ورفلس الليات هن الصيام إصحى قصد كي سري والسنة اللي يفطر إذن هن الصيام يفولكي بنادم ما تحفظ أمس قيس الحدود ربي تبارك وتعالى أشكر ربي تبارك وتعالى تيني الأخر الآيات للصيام تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون